كده. صباح الخير ومرحبا بكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. يعني تنعرفوا بأنه هذه الأيام كانت أيام العيد والناس كانت تحتفلوا بالعيد الفطر مع العائلات ويعني والأحباب والأصدقاء، فبالتالي الأسواق تتكون شي شوية يعني ما تكونش على الإقبال نظرا لهذه الأجواء، خصوصا أنه أغلبية ديال البائعين بصفة عامة ما تكونوا على سفر. فاليوم حنا مع السي احمد هنا بسوق الفتح المعروف دائما كل يوم كل مره تنستقبلوا على مباشر باش نقربكم من احوال السوق في هذا الصباح، خصوصا انه السلعه كما تشوفوا قليله، يعني ما كاينش الانواع ديال الحوت، ما كاين داك الشيء قليل اليوم، يعني كان الامس يعني كان الحوت قليل كما تشوفوا معنا متتبعينا، يعني السردين موجود والحمد لله الاستقرار في الثمن اللي وصل الان تقريبا 15 درهم بخلاف الحوت الاخر يعني اللي تشوفوا معنا انه قليل بشكل كبير في يعني في السوق. فنخليو السي احمد يعني هنايا اللي بسوق الفتح يقربنا على شنو السبب انه الحوت قليل في السوق، وعلاش يعني امتى تقريبا يقدر انه ترجع يعني السوق يرجع للريتم ديالو يعني الاجواء ديالو العاديه. سي احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، كي داير؟ كي صبحتوا؟ مرحبا. نعم سيدي، الله يبارك فيك وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله جميعا المغاربه والعالم كله ان شاء الله يا ربي. انا كنشوف اليوم السي احمد الحوت قليل، كاين انواع قليله بزاف بخلاف السردين اللي موجود شويه، دابا الوقيته تيريحوا فيها الناس اللي تيخرجوا الحوت، تيريحوا العواشر تيجيو يعيدوا مع وليداتهم، ما تيبداو تيريحوا واحد السيمانه هكاك على الاقل تيريحوها، تيدخلوا تيخرجوا دابا هي القياسي، القياس ماشي بزاف، هو السبت ان شاء الله راه غتلقى كل شيء كاين، هذا السبت هذا كل شيء بغى يبدا الخدمه كل شيء غيوجد ان شاء الله، ولكن بداو الباح جاو شي صويريين جاو اليوم جابوا شي مشي مشاش شي روكان شي قروصه شي سبادو، السردين اليوم دخل وقيت السردين الموسم ديالو، حنا ثالث عيد تنبداو بالسردين هو الافتتاح، السردين هو الافتتاح عندنا. وا السردين هو كل شيء، هو رئيس العصابه، الا ما كان السردين ما كاين والو، اللي بغى يدي الصور ولا الميرنا تيدي السردين، تيبان الحوت الاخر اللي يجي وي الميرنا سولتري وموستيل عاد تيبان داك الخير ان شاء الله. الاثمنه تاعت رمضان اللي داز تبارك الله، يا سلام هذاك رمضان لا يعلى عليه بوحدو، هذاك تيكون الاستهلاك فيه بزاف، ولكن دابا الحمد لله السردين راه طاح، ما كاينه كاين 150 درهم 160 درهم هادشي في الكرو الكوربه، الباح كانت اللي كانت 300 درهم جاوا شي طوموبيلات قلال، دابا اليوم دخلوا تبارك الله دخلوا جيت كاميوات دخلوا السردي تبارك الله سفيت تكلم اليوم موجود. نعم، انا واش الايام العاديه في الافطار تيكون داك الشيء قليل الاقبال قليل الحوت ولا؟ لا 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 الاقبال ما سميتو في الافطار تيكون داك الشيء موجود، الحوت تيبداو الدراري اللي مريحين حتى هما صحاب الريستورات وداك الشيء تيبداو السبت تيبداو كل شيء، تيدخل كل شيء ها الكالامان ها السيبيا ها الاسبادو ها الروكان كل شيء كاع جميع الحوت تيجي القشره تاع الصحراء ما تا هي حابسه غيبداو حتى هما السبت يجيبوا الحوت حتى هما الانواع اللي بوتو الدبدوب الشرغو
سمور كل شيء. يعني شنو الانواع اللي بيكونوا يعني مفقودين هاد الايام؟ يعني واخا انا بدا الاحوال ديال السوق تستقر، شنو الانواع ديال الفتلات اللي تكون شويه غايبه على المفقوده بحال تقدات يلاه في هذا الشيء قبل رمضان وفي رمضان تقدي الكرامان وتقد ولا واحد الثمن خيالي 160 في الكرو 170 درهم 150 درهم هادشي في الكرو بزاف ما ديالها كاع موالف كاع الى غلا 120 درهم هادشي في الكرو ولا داير الثمن الكرامان. نعم واش اللي كياخذوا الناس بزاف اسي حمد؟ تياخذوا في العادي شنو اللي تياخذوا بزاف اللي تيستهلكوا؟ تياخذوا الموستيل، السنور طاجين، القرب طاجين، الميرنا، الصول، كاين اللي يعز عليه الحوت الابيض، كاين اللي ما تياكل الحوت الكحل، تعز عليه الحوت الابيض بحال الصول بحال الميرنا بحال الموستيل، الرايا، الشرغو، الدوراد، الراس كاس الحر. لا لوت فوس لوت كاع داكشي تيتهز. هذه ولا بالنسبه للاثمنه واش غادي يكون استقرار في النظر كتكون استقرار صحيح من الاثمنه ولا الاثمنه غادي يبقاو غاديين في الزياده؟ كنتمناو الخير من عند الله سير احمد، كنتمناو الخير من عند الله ان شاء الله. والفطار راه تيكون طايح على الفطار على رمضان تيكون طايح نيت ماشي بحال رمضان تبارك الله ثمن ما بزاف كاع بزاف كاع يستر ديال الاقل بعدا هو السر اللي تنقولوا هو اللي رخيص في كل شيء اللي ديال المسكين تيكون طايح شويه كاع الماكسيموم يكون 150 درهم 180 ولا واصل ما تيزكاس على 250 300 درهم 280 هذا الشيء في رمضان. ولكن الفطار لا الفطار تيطيح 150 120 حتى يهود ويكون خير ان شاء الله. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. ومرحبا العفو مرحبا حتى انتم مرحبا بكم حتى انتم الله يحفظكم مرحبا شكرا لك. اذا كما تابعتم معنا متتبعينا دائما يعني بعد العيد تكون السردين هو الحوت الاساسي اللي تيبان من وراء العيد يعني هو اللي تيدخل الاسواق من بعد يعني تيبدا تيكون الحوت الاخر يعني تيبداو البيع والشراية اللي تيبيعوا بشكل كبير يعني تيدخل الحوت بشكل كبير الاسواق كما تشوفوا كما تيقول السي احمد فهاد الايام يعني الكرامات شويه قليل في السوق ما كاينش بشكل كبير بخلاف يعني الانواع الاخرى يعني اللي تزادوا خصوصا ان الزيادات ما كاينش واحد الاستقرار في الزياده كاين واحد التفاوت في الزيادات ديال الحوت فهذا الشيء خلى واحد علامه استفهام كبيره للمواطن اللي تيتساءل كيفاش ان هاد الزيادات دائما تبقى دائما خصوصا ان القدره الشرائيه ديال المواطن يعني ضعيفه وضعيفه بشكل كبير وهذا الشيء اللي خلات علامات استفهام كبيره. ما بقى لي نشكركم شكرا لكم نتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.